تعالوا بقى نروح مع حضراتكم عشان نتابع سوا اخر الاخبار في النادي الاهلي وفرقه المختلفه وكل الانشطه مع مراسلتنا العزيزه هنا ابو القاسم الموجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا صباح الفل عليك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم يا كريم ويا نهواندو وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وهنقل لكم آخر أخبار الفرق الرياضية. لكن في البداية حابة أتكلم عن مباراة امبارح. يعني الحقيقة كلنا فخورين بفريق النادي الأهلي، عملوا مباراة كبيرة جدا، رفعوا رأس مصر كالمعتاد. يعني طبعا النادي الأهلي دايما بيلعب على المكسب، لكن مش عايزين ننسى ان احنا كنا بنلعب امام اقوى فريق في العالم حاليا، وهو طبعا فريق بايرن ميونخ. الحقيقة كل لاعبتنا كانوا رجال وعلى قدر من المسؤولية. حابة أشكرهم جميعا، حابة أشكر الجهاز الفني، وكمان حابة أشكر كابتن محمود الخطيب اللي الحقيقة دايما في ظهر الفريق بيسبورت وبيدعم الفريق. لكن المهمة لسه ما انتهتش، كلنا منتظرين يوم الخميس القادم، وإن شاء الله رجال النادي الأهلي يقدروا يحصلوا على المركز الثالث ويحصلوا على الميدالية البرونزية. خلونا بقى ننتقل دلوقتي لأخبار الفرق الرياضية ونبدأ بناشئين كرة القدم مواليد 2001. والحقيقة أن هم في مهمة صعبة، ده بعد ما بيتقاسموا صدارة جدول الترتيب مع فريق سيراميكا كليوباترا. الحقيقة أن كابتن سيد غريب كان صرح للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن هم في مهمة صعبة، لكن الأهلي أدها طبعا. هم دلوقتي في فترة تركيز قوية جدا، هيدخلوا جميع المباريات بهدف واحد بس، وهو الفوز ببطولة الجمهورية. كلنا ثقة طبعا في فريق 2001 وهم أدها، وإن شاء الله بطولة الجمهورية هتكون من نصيبهم. خلونا ننتقل دلوقتي للعبة كرة السلة. سيدات كرة السلة كان عندهم مباراة أمس أمام فريق هليوبلس ضمن طبعا منافسات بطولة الدوري. فريق كرة السلة سيدات قدروا يفوزوا بالمباراة بنتيجة 87-52. والحقيقة أن المباراة شهدت تألق لاعبات الأهلي بشكل كبير، سواء المحترفة كايلا، اللاعبة نادين السلعاوي، وكابتن الفريق دينا عمرو. طبعا ببارك لهم على الفوز ومواصلة بقى سلسلة الانتصارات اللي الفريق بيحققها. كمان بنات وشباب كرة السلة أمس كان عندهم مباراتين ضمن منافسات بطولة الجمهورية، والحقيقة إن الفريقين قدروا يعملوا مباراة كبيرة جدا. يعني سواء بنات كرة السلة لعبوا أمام فريق الصفوة وكسبوا بنتيجة 42-5، أو شباب كرة السلة كانوا بيلعبوا أمام فريق الصيد وكسبوا بنتيجة 72-30. الحقيقة الفريقين كانوا عاملين مباراة كبيرة جدا، السيطرة طوال المباراة كانت للنادي الأهلي، وقدروا يفوزوا كمان بفرق سكور كبير. كمان سيدات كرة الطايرة أمس على فريق الجزيرة عملوا مباراة كبيرة جدا طبعا ضمن منافسات بطولة الدوري، قدروا يفوزوا بنتيجة 3-0. السيطرة الكاملة كانت لفريق الأهلي طوال المباراة، قدروا ينهوا الشوط الأول والثاني بنتيجة 25-10، والشوط الثالث والأخير بنتيجة 25-4. الحقيقة أن سيدات الذهب سيدات كرة الطايرة عاملين دوري قوي جدا، يعني هم قدروا يفوزوا في جميع المباريات، وكمان يفوزوا ب 3-0 في جميع المباريات ما عدا مباراة واحدة قدروا يفوزوا بنتيجة 3-1. بتمنى لهم كل التوفيق، وإن شاء الله يستمروا بهذا الأداء، الأداء المشرف. لكن ده مش غريب طبعا على سيدات الذهب سيدات كرة الطايرة بالنادي الأهلي. دي كانت أخبار الفرق الرياضية وأخبار النادي الأهلي معاكم. لو عندكم أي استفسارات العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. لا مزيد من الأسئلة أو الاستفسارات، كل الشكر والتقدير والتحية لزميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم وراسلة قناة النادي الأهلي، شكرا ليكي.